خلال عملي في مجال البيع في موقع إيباي وتعليم الكثير من الطلاب المجال، لقد تعرفت على الكثير من الأشخاص الذين يعملوا في هذا المجال. وفي هذا الفيديو سأطلعكم على أسرار التجار الناجحين في موقع إيباي الذين يربحون آلاف الدولارات في الشهر. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست لتعليم التجارة الإلكترونية. العامل الأول لنجاح التجار في موقع إيباي هو أنهم يعرفون الهدف الأساسي من مشروعهم في الموقع. أنصحكم تحديد أهداف لمشروعكم لتحفيز نفسكم لتحقيق هدفكم. مثال: يوجد أشخاص يختارون البيع في موقع إيباي ليكونوا مستقلين وملك نفسهم دون أي مدير يحكمهم. العامل الثاني هو تنظيم الوقت بشكل روتيني. التجار الناجحين في موقع إيباي يلتزمون لأوقات منظمة خلال عملهم اليومي. مثال لنظام يومي: معالجة الرزم وشحنها في الصباح، الإجابة على الأسئلة في ساعات ما بعد الظهر، إنشاء صفحات مبيعات جديدة في المساء، وإدارة المخزون في نهاية الأسبوع. صحيح يمكن أن تختلف هذه الإجراءات من بائع إلى بائع، ولكنها تعطي الكثير من الاستقرار والبنية لنشاط المبيعات، وإنها تخلق الاستمرارية، كما أنها تخلق الثقة بنفسك والشعور بالسيطرة الإيجابية على الأشياء. العامل الثالث: بحث أسواق مستمر. تجار ناجحين لن يتوقفوا بالبحث عن منتجات جديدة لبيعها ومتابعة ابتكارات جديدة وأفكار جديدة لمنتجات فريدة من نوعها. لذلك عند بدء بيع منتجاتكم ورؤية أداء المبيعات يتحسن، عليكم بدء البحث عن منتجات جديدة لبيعها ولزيادة نطاق عملكم وزيادة مبيعاتكم وأرباحكم. العامل الرابع: تغيير معطيات الصفحة حسب الفترة الزمنية. التجار الناجحين في موقع إيباي يلائموا منتجاتهم وصفحات مبيعاتهم حسب الفترة الزمنية الحالية. مثال: عند اقتراب عيد الكريسماس يضيفوا في عناوينهم الكلمة كريسماس أو هدية للكريسماس. أكيد هذه المصطلحات الزبائن ستبحث عنها خلال فترة الكريسماس، لذلك لائموا عناوين صفحات مبيعاتكم للأعياد السنوية وللحملات السنوية مثل البلاك فرايدي. أنصحكم تطبيق هذه العوامل لبرنامج عملكم، وأنا متأكد أنها ستساعدكم لتطوير أداء مشروعكم. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتم في إضافة معلومات مفيدة لكم. وللأشخاص التي لم تبدأ بعد بالبيع في موقع إيباي أو مترددة، أرجو كتابة سبب ترددكم وتساؤلاتكم في التعليقات تحت، وسأحاول جاهدا مساعدتكم. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.